بسم الله السلام عليكم مساكم الله بالخير أه كثير من الاخوان يسال انه يقول عالجت بنفس العلاج على نفس العلاج اللي يخص على نفس العلاج اللي يخص الحاله مثلا دواء بالتايلوزين الزكام مثلا اضرب مثال ويقول ما نفع يا اخوان في مساله لازم تنتبهوا له اللي هي مساله الاجيال بالعلاجات نفسها تلقى الجيل الاول الجيل الثاني وربما الجيل الثالث مهم جدا انك ما تعالج بال الجيل الثاني وبعدين ترجع للجيل الاول، لو رجعت للجيل الاول عقب الجيل الثاني معناته خلاص ما في على سبيل المثال مثلا استخدمت الجنتمايسين الجيل الثاني ولا شفت نتيجه باليوم الاول واليوم الثاني واستعجلت ووقفت. وش الحاله اللي بيصير؟ تبي تروح لما البيطري تقول له والله انا عالجت عن الاسهال وكذا ولا نفع، فيروح يعطيك جنتمايسين بعد ثاني لكن الجيل الاول. وبكذا انت بتروح الداوية بال... بالجنت الجيل الاول بعد الجيل الثاني وتلاحظ انه ما في اي نتيجة بسم الله اقول او مثال اخر مثلا استخدمت عندك بنستريب استخدمته اول يوم وثاني يوم وخلص رحت للبيطري وقلت له ابي بنستريب اعطاك بنسلين قال ما عندي بنسرب لكن هذا بنسلين وترى نفس الحكايه يعني ما فيه. اول ما شفت ان القاروره فيها زي الحليب و... وابيض قلت يا ابن حلال استخدمت انا البنسريب قال لك هو نفسه الب... والبنسلين ولا تروح تستخدم البنسلين ولا يجيب معك نتيجه ليش؟ لان الدكتور ما قال لك انك كنت مستخدم الجيل الثاني وهالحين ما ينفع تستخدم الجيل الاول كان يفترض انه على الاقل انك تستخدم البنسريب ما تستخدم البنسلين أو إنك من البداية تبدأ بالبنسلين بعدين تطور للجيل الثاني. مثال آخر مثلا عندك زكام واستخدمت نفلور وفينادين. خلص الفينادين والنفلور باليوم الثاني. رحت للدكتور وقلت له الحالة ما قلت له اللي إنت استخدمت قلت له الحالة عندي زكام كيت 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 راح على طول صرف لك تايلوزين. هنا تبي تلقى إنك تعالج من التايلوزين تعطي التايلوزين ما ينفع معك. ليش؟ السبب لأنك إستخدمت قبل شيء أقوى من التايلوزين. كده مهم جدا يا اخوان قبل ما تستخدم الدواء تعرف هو من الجيل الاول ولا الجيل الثاني عشان ما تستخدم عقب جيل اقل للاسف كثير من الدكاتره يعني بسوء نيه يدري انك استخدمت النفلور يروح يصرف لك تايوزين لكنه ما علمك ان, إن المساله مساله اجيال ولا راح تستفيد من الدواء اللي انت خذيته هذا الا تدفع فلوس وتدمر حلالك بل كثر من هنا مهم جدا يا اخوان اول ما تشتري الدواء تقول للدكتور هذا الجيل الاول ولا الجيل الثاني ايا كان سجله عندك و... وعلى كل حال اذا كانت الحاله خفيفه ما تستدعي شيء غالي وقوي اذا كانت الحاله خفيفه انا اقول استخدم الدواء الخفيف او الجيل الاول عشان ما تدمر مناعه حلالك ولا تدفع فلوس هذا ما عندي والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين